شارك رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس في اللقاء التشاوري المنعقد بسلطنة عمان بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة وأصحاب السعادة رؤساء مجالس اتحادات غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وخلال اللقاء أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين على أهمية سن قانون خليجي موحد للامتياز التجاري للإسهام في تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار ينظم العلاقة بين صاحب ومانح هذا الامتياز ويوفر الحماية القانونية اللازمة لكل منهما بكونه سيعطي مانح الامتياز حرية التوسع بدول مجلس التعاون وسيرفع معدل العلامات التجارية العاملة في السوق الخليجية والذي سيعود بالنفع على اقتصاد الخليج بكونه سيعمل على تحريك وتفعيل الحركة التجارية بين مواطني وشركات دول المجلس بكل سلاسة وأمان. هذا وأفاد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن القطاع الخاص في دول الخليج يشيد بالنجاح الكبير الذي تحقق في إدارة دفة التنمية الاقتصادية بدول المجلس وتحقيق معدلات نمو اقتصادي كبير وكذلك النجاح في توجيه السياسات الاقتصادية والمالية لمواجهة التحديات والصعوبات التي واجهها العالم في الفترة السابقة. وشدد ناس على أهمية التركيز على الخدمات الرقمية والتوسع بالتجارة الإلكترونية عبر إنشاء منصات خليجية مشتركة للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية المرتبطة بالتجارة البينية والاستثمار البيني وتنقل رؤوس الأموال والمشاريع المشتركة، خصوصا أن العالم يشهد تطورا كبيرا ومتسارعا في تقديم الخدمات بمختلف أشكالها عبر القنوات الرقمية والتجارة الإلكترونية.